العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في سؤال بيقول: كيف أحب من يبتغي لي السوء؟ كيف أحب من يبتغي لي السوء؟ طبعا ده سؤال مهم جدا ومش سهل. طبعا ده تطبق مع الآية الشهيرة اللي احنا عارفينها: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم. والآية دي مش هتلاقيها في حتة ولا عند أي حد. ليه؟ لأن قصة أن الإنسان يبتدي يحب عدوه ويبارك لعينه ده مش عمل سهل. قالوا الآباء كده: لو إنسان بيقدم لك خير وإنت بتقدم له شر، هذا عمل حيواني. بنشوفه في الحيوانات المفترسة، لما حيوان بيفترس إنسان ما جاش ناحيته. لو إنسان بيقدم لك خير فإنت بتقدم له قدامه خير، فهذا عمل إنساني. بشر كتير ممكن يعملوا كده، واحد عمل لي خدمة فأنا بقدم له أنا كمان خدمة. لكن إن إنسان يقدم لك شر أو يكيد لك الشر وإنت تقدم له خير أو تصلي من أجله، فهذا عمل سماوي ما يعملوش غير أولاد الله اللي بيعيشوا بالروح وليس بالجسد. فعشان كده أحبائي، إزاي أقدر أوصل للمرحلة دي بقى؟ كل ما تمتلئ من الله وتدخل معه إلى العمق هتقدر تصل للمرحلة دي. وعايز أقول لحضراتكم حاجة، ده مش شيء بعيد المنال، يعني مش حاجة في الحلم كده وإحنا بنحلم بيها. حضراتكم راجعوا الفيديوهات والتسجيلات اللي حصلت خلال 10 سنين اللي فاتت، لما تعرضت الكنيسة وأولادها لكتير جدا من الاضطهاد، وتعرضوا لكتير من الهجمات الإرهابية اللي قدمت شهداء كتير جدا للمسيح. شوفوا بقى أهليهم كانوا بيقولوا إيه لما بيلتقوا بيهم، كتير منهم جدا وسمعناهم بيطلبوا ان الناس الارهابيين دول او الناس اللي كانوا السبب في استشهاد اولادهم انهم يعرفوا طريق ربنا، لانهم كده رايحين الى الهلاك. وكانوا كتير منهم بيطلبوا لهم ان ربنا يسامحهم لان افكارهم غلط، وفي ناس زرعت في ذهنهم هذا الفكر الخاطئ، وهم قالوا كده من اجل خلاص انفسهم او من اجل خلاص الناس اللي يعرفوهم والاحتمال يسيروا على نفس نهجهم، احنا بنصلي لهم ان هم ربنا ينتشلهم من هذا الطريق المؤدي الى الهلاك. فحقيقة أحبائي كده، راجع تاني كلام الكتاب المقدس، شوف الإنسان السامري الصالح اللي كان فيه عداء بين اليهود والسامريين، إزاي ربنا أعطى هذا المثل إن هو يقولك حتى لو شخص وإنت شايفه قدامك وفي عداوات بين مجموعة وبين مجموعة، لو قدرت إنك تصنع المعروف أو تصنع الخير إنت بكده تشبهت بأبيك الذي في السماء. وده شفناه حي على عود الصليب لما إلهنا طلب المغفرة لمين؟ للناس الطغاة أو العساكر الرومان اللي قال له يا رب كده اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وهم كانوا بيصلبوه ويجلدوه. فإذا لو الإنسان دخل العمق مع المسيح هيحاول يعمل كل حاجة عملها ربنا، هيقدم الخير وهيقدم التوبة وهيقدم المغفرة حتى للناس اللي بيسيئوا إليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكله عند الدهرين امين. بمناسبه اليوبيل الذهبي لكنيسه القديسين مال مرقس وباب بطرس، يسعدنا يا احبائي ان نستكمل حواراتنا عن انشطه الكنيسه. والنهارده هنتكلم عن خدمه التدريس، والحقيقه الكنيسه كان ليها دور رائد في خدمه التدريس، ومنها انتشرت خدمة التدريس في الكنائس المحيطة بنا. بدأت فكرة خدمة التدريس في الكنيسة من الثمانينات من القرن الماضي. يمكن يكون ساعدنا فيها الأستاذ عادل مينا، إن جاب لنا مدرس عربي اسمه الأستاذ محمد صبور،
وفعلا ابونا مار كلفني، قعدت مع الاستاذ محمد صبور، كان كل المحاضرات اللي بيديها كنت بحضر معاه، انظم له المكان اللي هيقعد فيه، اخد غياب الاولاد، اجمع الاشتراكات، اشرف على كل شيء. وكانت خدمه ناجحه جدا. في الثمانينات كان عدد اللي بيدرسوا معانا لغه عربيه حوالي 70 طالب. خدمت فيها كام سنه، وبعد كده سبت الخدمه دي للاستاذ عادل شوقي، خدم فيها شويه. ولما جه الاستاذ ويليام نيح الله نفسه، وكان كان شغال في التربيه والتعليم، فسبنا له هذه الخدمه، فنهض بيها الى اعلى مستوى ممكن. كانت احلامه وخياله جامح، وكانت احلامه في الخدمه كبيره جدا، وعمل كل اللي يقدر يعمله فيها. في هذه الخدمه خدم معاه نخبه ممتازه من المدرسين، وعدد كبير من الإداريين الخدام. يشرفنا في هذه الجلسة نكون مع الأستاذ توفيق أمين الخدمة بتاع الخدمة التعليمية في الكنيسة، أستاذ مرقص، والأستاذ انتصار خادمة أيضا في الخدمة التعليمية. أستاذ مرقص، يا ريت حضرتك بس، دخلت الخدمة 97 سنة 97 أيوة، وأستاذ انتصار 98، أستاذ توفيق 94 كمدرس رياضيات. كمدرس رياضيات طيب عايزين نسمع بعض الأمور عن إزاي توسعت الخدمة من مادة واحدة لثالثة ثانوي، شملت مواد كتيرة جدا وشملت عدد كبير جدا من السنين الدراسية. بدأ الخدمة بمجهود كبير جدا جدا، ووضع شعار لها. الشعار ده مازال حتى الآن، وكان دائما بيفعل هذا الشعار طوال حياته، وهو هدف الخدمة ليس النجاح بل التفوق، وسعى إلى التفوق إلى أبعد مدى، إلى أن وصل تخرج من الخدمة دكاترة كثيرين ومعلمين وأطباء ومحامين ورهبان وكهنة، يعني تخرج من الخدمة على مدار السنين الطويلة. فبذل مجهود كبير جدا في الخدمة، وكان بيسعى إلى وضع أنظمة معينة الخدمة كلها مشت عليها. من ضمن هذه الأنظمة أولا الحضور والغياب. لما بيبقى في حد من الطلبة أو الطالبات غايب، احنا بنتصل بالطلبة والطالبات كلهم، واذا كان في بنت مثلا يعرف ان هي غابت يوم ولا اتنين كنا بنروح ندور عليها لاطمئنان على ولادها. كان بينطمن على كل واحد جدا. ولما كانت تحصل مشكله كان يعمل اجتماعات باستمرار. بالظبط. الاعداد لما الاستاذ ويليام بدا يمسك الخدمه، بدل ما ثالث ثانوي بقى في ثالثه من اول اعدادي. بدا الاول كان في خمسه ابتدائي، وكان في حتى الاستاذ جورج مخيل، ده هو دلوقتي ماسك فرنسكانا بقيل المدير، وكان بيدي لغه عربيه في ثالثه في خمسه ابتدائي. موجود معنا، وطبعا هي بدات بخمسه ابتدائي وثالثه اعدادي وثالثه ثانوي. دي كبدايه، دي كانت البدايه. وطبعا يعني حاليا استاذ توفيق، حاليا دلوقتي احنا عندنا لغايه السنه اللي فاتت من تانية اعدادي لغايه ثالثه ثانوي جميع المواد وجميع التخصصات. اول اعدادي ما اول اعدادي اضفناها السنه دي. السنه دي لكن السنة دي. يعني دلوقتي عندكم من اول اعدادي، فاصبح حاليا دلوقتي من اول 2018 2019 في اول اعدادي، ثاني اعدادي، ثالث اعدادي اللي هي مرحله التعليم الاساسي، اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي عام. ثالثه ثانوي ما عندناش حاجات فاتت. دلوقتي الاعداد حوالي كام يا استاذ صوفي؟ الاعداد حاليا دلوقتي تتراوح بين 1120، الترم الثاني زاد شويه يعني ممكن حوالي 150 200 تاني زياده. يعني حوالي 1200 وشويه. 1200 وشويه ده اللي هو الترم الثاني. من عده كنايس، مش حقر على الكنيسه. لا لا احنا ما عندناش اي حاجه، وحتى يعني من 1200 مثلا حوالي كام واحد من كنيستنا؟ من كنيستنا نقدر نقول حاليا 250 طالب. 250 يعني مثلا نسبه الخمس ولا او الاربع خماس من الكنائس اللي حوالينا. الفصل كام؟ يعني الفصل احنا بدينا المجموعات العلمي تتراوح ما بين 30 ل 40 طالب، المجموعات الادبي بين 50 ل 60 طالب، ده الكلام ده كان لغايه الترم الاولاني. وبعدين كده بعض المدرسين اشتغلوا ما عندهمش وقت ان هم ياخدوا حصص ثانيه، وفي اقبال، فقعدنا مع ابونا مقار وابتدى يرفع الاعداد شويه. كاميرات مراقبه، فيها كاميرات مراقبه جميله. ده عندي في المكتب بتاعي. طبعا احنا عملنا تغيير اول حوالي كام فصل عندك؟ انا عندي 20 قاعه. 20 قاعه؟ 20 قاعه. في القاعه ممكن تسع كام؟ تسع كام؟ ثلاث قاعات. القاعات الكبيره تسع كام؟ ثلاث قاعات كبيره اللي هي البابا بطرس، ماري مرقص، الانبا بولا، توصل الاعداد توصل لغايه 90. 90 انا
نقدر جميع القاعات كلها والكوردور كله حاطط فيه كاميرات علشان نتابع الطلبة أثناء الحصة. ده بيوفر خدام طبعا. قبل كده كنت تحتاج مثلا خادم يمر خادم يقعد. عدد الخدام دلوقتي اللي أنا عندي 22 خادم وخادمة والمدرسين المدرسين حوالي 50 يعني بقدر الإمكان 2 مشرفين للأدوار يكونوا بنعين الطلبة وهي طالعة ونازلة أثناء الحصص.